معنا من كوفنتري هنا في بريطانيا مدير المرصد السوري لحقوق الإنسان رامي عبد الرحمن. أستاذ رامي أهلا بك ومرحبا، هل لديكم تفاصيل عن هذا القصف الإسرائيلي لأهداف في سوريا، خاصة وأن حصيلة القتلى تختلف عما أعلن من جانب الحكومة السورية؟ نعم مرحبا. طبعا النظام السوري تحدث عن الضباط الثلاثة من الدفاع الجوي الذين دفعوا حياتهم ثمن إسقاطهم لأحد الصواريخ الإسرائيلية عندما ردت إسرائيل على استهداف أحد الصواريخ باستهداف مركز للدفاع الجوي أدى لمقتل ثلاثة ضباط من مرتبات الدفاع الجوي. طبعا هناك خمسة من فيلق القدس جرى أيضا استهداف أحد مقراتهم في منطقة السيدة زينب، جرى استهداف أيضا أحد تمركزات أو أحد المقرات التابعة للميليشيات الموالية لإيران قرب مطار دمشق الدولي ومستودعات في منطقة جنوب غرب دمشق، أي كل الغارات كانت في محيط دمشق أو في ريفها الجنوبي والجنوبي الغربي. بالنسبة لفيلق القدس أيضا هناك أسنان يعني من جنسيات لا يعلم إذا ما كانت لبنانية أو عراقية أيضا قتلوا. يعني العملية العسكرية هل من بين القيادات على حد علمك يا أستاذ رامي؟ نعم يعني من فيلق القدس نعم، ولكن من حزب الله اللبناني لا نستطيع أن نؤكد أو ننفي. هناك أسنان لا يعلم إذا ما كان من حزب الله أو من الميليشيات العراقية، لكن دعينا نقول أيضا بأن قضية العبوات الناسفة ليست إلا ذريعة إسرائيلية. إذا ما كانت هناك عبوات ناسفة على الحدود مع الجولان المحتل يعني استهداف محيط المطار، ما علاقة العبوات بمحيط المطار؟ عندما كانت هناك عبوات ناسفة سابقا جرى استهداف مدرسة الحرية أو ملحق لمدرسة الحرية في منطقة القنيطرة في 23 من الشهر الفائت، أي أن العملية تتعلق بقضية استهداف مواقع واجتماعات وتمركزات إيرانية داخل الأراضي السورية. وفي ما اختلاف هذه العملية عن سابقاتها برأيك؟ العملية كانت هذه المرة ناجحة ووصلت الصواريخ إلى أهدافها باستثناء صاروخ واحد قلت لك بأن أسقطته بطاريات الدفاع الجوي. لا نعلم ما هي صواريخ الدفاع الجوي التي استهدفت، ولكن ما نعلمه بأن روسيا حتى اللحظة لم تسمح للنظام باستخدام صواريخ الS-300 في جنوب العاصمة دمشق. أشكرك جزيل الشكر من كوفنتري مدير المرصد السوري لحقوق الإنسان رامي عبد الرحمن.